الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس مجلس سوريا الديمقراطية. هذا المجلس الوطني السوري الذي يهدف إلى بناء سوريا لا مركزية ديمقراطية وتلبي طموحات الشعب السوري في تغيير ديمقراطي لسوريا المستقبل. طبعاً اليوم بهذه المناسبة سوف نتحدث بداية عن تشكيل مجلس سوريا الديمقراطية، أهداف، أسباب وأعمال المجلس خلال 4 سنوات، والأعمال التي قام بها ونظرته لرؤيته السياسية لحل الأزمة السورية. بداية قبل تشكيل المجلس سوف نتحدث قليلا عن الأوضاع في سوريا وتأثير هذه الأوضاع والأحداث السورية على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي أتت بأيضا تغييرات في الشمال في شمال وشرق سوريا. كلكم تعرفوا أنه بداية الأحداث في سوريا بدأت في آذار 2011، طبعا لما الشعب السوري التفت من اجل احداث تغيير ديمقراطي في سوريا. طبعا وكان بدايه انتفاضه الشعب السوري هو من اجل الحريه والكرامه. طبعا مع استمرار هذه الانتفاضه يعني بفتره وجيزه كان هناك تدخلات خارجيه طبعا اقليميه. مجلس سوريا الديمقراطية تشكل في 3 من شهر كانون الأول عام 2015 كإطار وطني ديمقراطي سوري يتكون من القوى المجتمعية والسياسية والشخصيات المستقلة التي تصادف على وثائقه، وهو إطار منفتح على جميع التنظيمات والشخصيات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير الديمقراطي الشامل والمساواة بين الجنسين والعدالة وبناء النظام الذي يعبر عن المشروع الوطني. وعليه وخلال هذه التحديات والصعوبات والمعوقات الكبيرة التي كان فيها قدوة لجميعنا أو للإدارة الذاتية الديمقراطية، وكان مظلة سياسية للإدارة الذاتية أيضا ولقسد. طبعا الانتصارات التي تحققت خلال هذه الفترة الزمنية كانت كبيرة وليست قليلة أبدا. طبعا صعوبات كبيرة وكثيرة تعرضنا لها، لكن الصعوبة الأكبر والتحدي الأكبر كان الهجمة التركية التي تعرضت لها مناطقنا. يعني الشعب السوري في كل المناطق السورية تعرض لنزاع مسلح ما عدا مناطق شمال شرق سوريا، كون كانت المكونات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني متفقة على هذه الإدارة التي حمت هذه المنطقة، حمتها من النزاع المسلح وحمتها أيضا من المجاعات التي مرت على مناطق كثيرة مثل مدينة دير الزور. مناطق كثيرة تعرضوا للمجاعات، الإدارة الذاتية كانت قدوة وكانت تؤمن كل شيء في الوقت الصعب، في وقت الحصار الذي تعرضنا له بعام 2014-2015. وبعد تأسيس قوات سوريا الديمقراطية من كافة القوى العسكرية الموجودة في المنطقة، قوى عربية وسريانية وكردية، قوات جميعها قوات حماية للشعب من أبناء المنطقة، كنا نريد أن